السياسة. في الأيام الأولى اللي تلت قرارات رئيس الجمهورية كانت الشيخة جماعية وكانت سهراتنا ممتعة جدا بين العاجل إيقاف إحا وإلا زاجيم وإلا حاميم في رأس اللي يكرهونا يا سي زهير وسي حاتم. قلت في الأيام الأولى كنا شيخين والصواريخ تتعدى العشية للحماس تاخو 2000 ولا ليكتب من قلوب تركيا الراعي الرسمي لسهراتنا وسياساتنا. خيتوا نحن ذري صغار يعدي فيها علينا قيس سعيد، احنا هاوش حاجتنا، احنا نحبوا منظومة النهضة إلى الجحيم. تحبوش البديل نتاعها يكون قيس سعيد شعبوي مستبد وهنا نقولها لك وفي خدمتي قوى إقليمية وقوى أجنبية. من بالنسبة لنا نحن قيس سعيد في خدمة مصر وفي خدمة الإمارات وفي خدمة السعودية. سأصر ذاك أقبل أخطانا يا سي حمام السياسة، خلينا شيخين. تصور راك قاعد في دارك والسنة في الصواريخ، شو مش تقلع هذا الدنيا ولا شو فهمت؟ إيه يا حسرة، تعديت الأيام والأسابيع والأشهر وكانت أمورنا شبه هانية ووصلنا ل 22 سبتمبر. جاي 22 سبتمبر، عاش نقول 22 سبتمبر أنا بالنسبة لي انقلاب. انقلب على 25 وكأنك أنت ماشي في ثنية مسهلة، جيت حطيت 22 سبتمبر مشكلة ملحيت. وتحول شبه الإجماع والمباركة. سيد رئيس الجمهورية تمكنت نجرات فهمنا على ضمان الحقوق والحريات والدستور، اللهم بارك من إجرين. إلى تشكيك وانتقاد ومعارضة وضغط داخلي وخارجي، أفضل تشكيل حكومة لا عارفة روحها شنو باش تعمل ولا عندها برنامج ولا مدة زمنية محددة. تي أصلا السيدة الوزيرة الأولى ما عادش عارف تهز دبشك بكله ولا تجيب شطار دبش ولا تجيب باش الصيف ولا تبش الشتاء غادي للقصف. واللي كان يفترض أنها قرارات لضمان عودة مؤسسات الدولة للسير العادي تحولت لتعطيل ولنا بالرسمي دولة ترجع غدوة. حط روحك انت بلاصة وزير من الوزراء تو، مش يجي يعمل اي حاجه، مش يهز تليفون لوزاره الماليه مش يقول لهم اسمعوا راه باش نصرفوا ولا باش نعمل، باش يقولوا له حابس خليك هيك تو نشوف تو نرجعوا لك تو نكلموك. ولكن هل ممكن ان تتواصل الامور كما هكا الى ما لا نهايه؟ يعني كان باش نمشيو بكلام الرئيس اللي قالوا نهار اداء الحكومه لليمين تنتهي الاجراءات الاستثنائيه بانتهاء الخطر وحكي على البرلمان ويلزم يكون في تونس حتى فقير وحتى جائع. ما يوفوش يعني نحكيو على 6732 سنه. وبالتالي أصبح التسقيف الزمني للفترة الاستثنائية مطلوب وضروري. قال نور الدين الطبوبي ردوا بالنا، راهو الناس ما خدتها معناها فهمني عامل الزمن راهو مهم ياسر، راهو اليوم اللي جاء في 25 جويلية وربي يلطف بينا وكان تم وعي نتاع الشعب ونتاع الشباب ونتاع الناس الكل، المرة الجاية ما تنجمش تضمن أن الناس إذا فقدت الثقة من كل الأطراف ومن كل المكونات فهذا يصبح الدولة لا دولة ويصبح في خطر كبير وكبير جدا. ويظهر لي المطلب هذا والمعلومة هذه وصل الرئيس حسب بوثيرة بن كريديس. كل الأطراف تنادي بتحديد مدة، رئيس الجمهورية وصلت له المعلومة، يحب يحدد مدة يحدد مدة، ما يحبش أما هي الأمور ما تصيرش يعني في شهر وشهرين سمعتوا يحب يحدد مدة يحدد مدة، ما يحبش كان حب ما حبش هذا اللي قالته بن كريديس اللي هي عضوة في حاملته التفسيرية معناتها تلمون المشروع واضح حاملوا له حملة تفسيرية. وفي الأقل عنا الوقت وحتى كما عناش عنا الوقت ولازم يكون عنا الوقت خاطر هذه داخلة في المسار، هذه في المسار اللي سميناه احنا تصحيح الثورة. اي عنا الوقت باش نبدلوا كل شيء، هيكلية السلطة التشريعية ثم النظام السياسي المنوال التنموي في تونس والقانون الانتخابي حتى نصل قائم على المنوال إعادة التصور ولا المنوال التنموي. سمعت سي حاتم اخوي انت تحال شانتي انت 5 سنين على حساب هذا قدام، قالوا لنا عنا الوقت كها وما لا نقعدوا نلعبوا ونفدلكوا. ماهيش فدلكة وماهيش لعبة الدولة، ردوا بالنا وعنا الوقت سي نور الدين الطبوبي اصلا باش نقترحوا حاجات كما اقترحهم سي صافي اللي عملا بمقولة تعرف العلم قال لهم نسمى الريف، واقترح في جملة ما اقترحها البارح اعلان دولة قرطاج الجديدة تحت اسم الجمهورية القرطاجانية وعاصمتها قرطاج. بالرسمي القلق والفراغ خايبين، تخلي الواحد نبدأ نحكي اي كلام مرة بعد مرة يعني يفقد الواحد مصداقيته. المهم في هذا الكل احنا ما عندناش برشا حلول، يا اما نكتبوا على بعضنا علاش نعملوا كنا عامة، احنا ما كناش قبل في 10 سنين اللي فاتوا في ديمقراطية، كانت ديمقراطية شكلية وعقيمة وبتاع عصابات. بعد 25 جويلة ما نجموش زاد نصنفوا روحنا ولينا في ديمقراطية، خاطر خرجنا من الإطار الطبيعي ولا نعملوا عقلنا ونبجلوا الأهم على المهم. إذا كان تحب تبدل السياسة المنظومة السياسية والانتخابية والمنظومة الدستورية نتاعك، أعملها وقت تبدأ أمورك متفرهدة واقتصادك شاد روحك. سينوك مش نبقاو هكا في الغموض والضبابية ونحبوا نعملوا كل شيء مع بعض ودون أجال محدد، وقتها عاد نتخذوا الكل ونحطوا رجل على رجل ونضربوا تاو كريستال. السياسة. شكرا أحمد الحباسي.